جامعه يعني الحجم ديال العلاقات اللي عندها قليل وقليل جدا، يمكن تقدر تكون واقيلا هذه اخر بقعه كتعطيها لاخر بقعه من الجامعه، هي هذه اللحظه تقدر تكون يعني داك الشيء قليل بزاف. بالتالي العلاقات اللي عند الجماعه كنعتقد على انه على الاقل خص يكون فيه واحد يعني ما يمشيش مجانا. ماشي حنا ماشي ضد الوكاله الحضاريه، ولكن انا غادي نهضر الوكاله الحضاريه اللي كتبغي تضرب ديرنا غير شي دراسه، الدراسه ديال بزكاره والغديره ورقاده في اطار الصالح العام، خلصنا فيها 400,000 بلاصه صوتنا عليها. وحنا كنهضروا على التفويت، التفويت يعني بشكل مجاني ياك؟ لا 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 شحال؟ ولكن السيد راه هادشي ديال التفويت الا كان غادي يبدا، ما حنا خصنا نشوفوا يعني القيمه واحد العدد ديال الروح الباك، يعني ماشي بالضروره تسبق يعني نسابقوا على العمليه ديال التفويت عاد تخرج اللجنه ديال التفويت، ماشي ضروري. سعيد هنا هو دابا النقطة ما فيهاش خلاف عليه. الإخوة في الوكالة الحضرية كيقول لكم ما عندهم